التعليم في المغرب كنشوفه انا بالنسبه لهدف غيبي، يعني العيال ملي كدي كتعرفوا كيقرا، كتعرفوا في المدرسه الا ما جاش الاستاذ كيعوضوا له، الا ما جاش بيبليك لا، اذا ما جاش كيبقى تما ملياح، سواء جا شي واحد يجرو يمشي لشي بلاصه. كنطلبوا من الوزاره ان تعاود النظر في المقررات الدراسيه، لان المقررات الدراسيه كما قلنا فيها اختلاف كبير بين الخصوصي وهذا، حنا كنتمناو انه يكون كيف الخصوصي كيف الخاص، باش يكون واحد التوازن بين الاطفال. نبداو بعدا بالمتعلمين او بالبنيه التحتيه. البنيه التحتيه اولا بعد الحجرات الدراسيه غير كافيه لاستيعاب هذا ما يسمى ب 40 تلميذ. كنشوفوا على مستوى طنجة لان دابا العتبة وصلت 42، احنا فوتنا العاجز ديال 40 تلميذ. بالنسبة للصباغة لان ما يصار هذا السنة هذا هو ان جميع المؤسسات تلبس واحد الحلة جديدة وهذه، ولكن هذا الشيء ما كيعكسش المضمون الداخلي، لان اذا دخلت لداخل المؤسسات هناك غياب الاساتذة، هناك غياب بعد مجموعة من المستلزمات الدراسية، المختبرات على المستوى المؤسسات الثانوية فارغه من العده التجريبيه. خص تشوف يعني تدير يعني تزيد المدارس مثلا، وخص تزيد هذا هو انا كنشوف خص تزيد المدارس، وخص المقابله يعني خص الرقابه، خص المراقبه. اللي غنركز عليه هو قضيه ديال التوقيت. حنا الاباء عندنا على الشغلات ديالنا كنخدموا الامهات اللي كتعرف عندهم الاطفال الصغارين، خصهم يعدلوا لنا قضيه ديال التوقيت مهم بزاف. يعني بحال مثلا من 8 ل 1 ايام مثلا 2 3 4 5 جمعه ماشي مشكل، عاوتاني 8 ل 12 يرجعوا شي باش عاوتاني حنا كنلقاو راحتنا، وحتى الاساتذه ديالهم عاوتاني كيرتاحوا. والا بغينا الرقابه التعليم هذا خصنا واحد المجموعه ديال الامور، على راسها هو فتح حوار وطني جدي. اولا يكون فيه يعني مجموعه ديال الفعاله والمتدخلين في الميدان التعليم، يعني يدير واحد النقاش وطني، واحد الحوار وطني. ثاني حاجه هو الوضعيه ديال الاساتذه، الوضعيه المزريه ديال الاساتذه، لا من الناحيه ديال الظروف اللي كيشتغلوا فيها، لا من الناحيه ديال الوضعيه ديالهم الماديه والوضعيه الاجتماعيه.